السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من اتبع الهدى وسلك طريق الإيمان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بنت النيل. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أحب أمسي وأسلم على زميلتي الأستاذة منال. مساء الخير. أهلا يا حبيبتي. النهاردة طبعا هنستكمل حواراتنا اللي بدأناها الحلقة الماضية عن الفريضة الغائبة وهي حرمان المرأة من الميراث وبالتحديد المرأة الصعيدية. فمعانا ضيفنا الصعيدي السوهاجي محمد عبد العزيز، ومعانا طبعا رجل الاعمال الحره، ومعانا فضيله الشيخ محمد حسني عمار. اهلا بيك يا فندم، خطيب وامام مسجد بوزاره الاوقاف، بنرحب بيكم. اهلا وسهلا. عايزه بس اقول كلمه بعد اذن المشاهدين في بدايه حلقتنا النهارده للانثى. الانثى هي كيان من صنع الله، وما بقى انه من صنع الله فهو كيان عظيم. البسي اللي انت عايزاه، بس البسي اللي يليق عليك واللي ما يلفتش نظر الناس. حطي ميك اب، بس الميك اب اللي هو يكون خفيف ظاهر انوثتك ولكن ما يشيلكيش ذنوب. اتعاملي كانثى في بيتك في الشارع، خلي فيك الحياء، خلي فيك الجمال، خلي من يراكي يدعو لمن رباكي. نرجع ان شاء الله باذن الله لحلقه النهارده وهي عن الميراث في الصعيد. استاذه منال اهلا وسهلا بك يا اسماء، والنهارده هنكمل اللقاء مع ضيوفنا الكرام، وهنطرح طبعا اول سؤال مع ضيفنا الصعيد السوهاجي محمد عبد العزيز. عايزين نعرف من سيادتك العادات والتقاليد اللي ماشيه في الصعيد في موضوع الميراث مع البنت. بالذات عندنا في البلد ما المرأة السعودية معظمها ما عندهاش ورث، عادات وتقاليد بتخالف الشرع والدين والقانون. طب ايه السبب يعني؟ احنا عادات وتقاليد لها اسباب كتير. الاسباب دي ايه هي؟ احنا عاوزين نعرف الاسباب بتاعت العادات والتقاليد دي. بعد اذنك عاوزين نعرف العادات والتقاليد دي. شيخ محمد عمار، عايزين الاول نتكلم كشرع الله ودين الله، يعني ايه مرأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كلنا نعلم علم اليقين أن المرأة في العصر الجاهلي لم تكن لها قيمة، وكانوا يقومون بوأد البنات، كانوا يقومون بدفن البنات أحياء خوفا من الفقر والعار. والمرأة في العصر الجاهلي كانت تورث كالمتاع، ولكن الإسلام لما جاء وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة، أعلى الرسول صلى الله عليه وسلم من مكانة المرأة، وبيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة لها قيمة ولها مكانة اجتماعية في هذا المجتمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من مكانة المرأة باعتبارها كبنت، أعلى من مكانة المرأة باعتبارها كزوجة، أعلى من مكانة المرأة باعتبارها كأم. فعندما ننظر إلى إعلاء الإسلام للمرأة باعتبارها كبنت، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاثة من البنات، من كان له ثلاثة من البنات فأحسن صحبتهن وعلمهن وكساهن من ماله كنا له حجابا من النار يوم القيامة. يبقى الرسول أعلى من مكانة البنت في هذا النص النبوي. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عالى جاريتان، يعني بنتان، حتى تبلغا، كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. فالرسول أعلى من مكانة المرأة باعتبارها كبنت. الإسلام أعلى من مكانة المرأة باعتبارها كأم. فقال القرآن الكريم قال إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي آية أخرى قال إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته إيه؟ أمه وهنا. فالإسلام أعلى من مكانة المرأة باعتبارها كأم. يجي الإسلام أعلى من مكانة المرأة باعتبارها كزوجة. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وقال وعاشروهن بالمعروف. إذن الإسلام أعلى من مكانة المرأة باعتبارها كبنت وباعتبارها كأم وباعتبارها كزوجة. الإسلام أعطى للمرأة حقوق، أو البنت أعطاها حقوق. فالمرأة لها الحق في التربية، لها الحق في التعليم، لها الحق في العمل. كذلك أيضا الإسلام أعلى من مكانة المرأة وأدها الحق في الميراث. أدها الحق إيه؟ في الميراث. يعني لها حق في الصدقة، لها الحق في النفقة، ولها الحق أيضا في اختيار شريك الحياة.
يعني المرأة البكر تستأمر وإذنها سماتها. وله الحق إيه في الأمور المادية اللي هو إيه الميراث اللي هو موضوع إيه الحلقة. بالنسبة للميراث كلنا نعلم علم اليقين أن معنى الميراث هو قواعد حسابية بيعرف بها نصيب كل وارث من التركة. وقيل أن الميراث معنى علم الميراث هو انتقال الملكية الانتقال ملكية المتوفي إلى ورثته الأحياء. وعلم الميراث يعتبر من أفضل العلوم، سمي بعلم الفرائض. والرسول صلى الله عليه وسلم رسول قال إيه تعلموا علم الميراث أو علم الفرائض فإنه نصف دينكم. ورسول بيّن يعني أن كان من أفضل الناس معرفة بالميراث أو بالفرائض هو ما يسمى الصحابي الجليل زيد بن ثابت، كان أعلم الناس بالفرائض. وحكم علم الميراث يعني حكم تعلمه الرسول عده قالك من فروض الكفايات. تمام. يعني فرض كفاية، يعني إذا يعني الإنسان لابد يتعلم علم الميراث إذا قام به البعض يسقط عن الباقين. تمام. والإسلام بيّن في علم الميراث قال لك أن الميراث ده مستمد من القرآن والسنة والإجماع. فاستمداد علم الميراث من القرآن الكريم يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. تمام. وإن كانت واحدة فلها النصف. تمام. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. كذلك أيضا يجي القرآن الكريم يقول إيه وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. إذن علم الميراث موجود في القرآن الكريم بهذه الأدلة. نجوا في السنة النبوية الشريفة اللي بتدلل على الميراث. كل ده هنطرحه بالأسئلة حضرتك اللي جات لنا على الصفحة. احنا النهاردة كانت الحلقة تبقى مختلفة، ولكن طبعا جات لنا أسئلة كتير هنطرحها. اتفضلي يا استاذه منال. لا اتفضلي سيادتك. اتفضلي كملي. لا اتفضلي سيادتك. اتفضلي. ففي أسئلة كتيرة هنطرحها مع بعض. تمام. من خلال الصفحة اللي جات لنا. تمام. كويس. في طبعا الأستاذ محمد بما انه من اهل الصعيد فعنده موضوعات كتيره. اتفضلي يا استاذه منال اساليه. طبعا الاستاذ محمد هيكلمنا عن الاسباب، عن العادات والتقاليد والاسباب اللي بتمنع الست الصعيديه تاخد ميراثها. اهلها ليه بيمنعوها عن الميراث؟ احنا عاوزين نعرف السبب ده. هو السبب منع الميراث دوت مش في وجه قبلي بس، في بعض القرى كمان في وجه بحري بتمنع الست من الميراث على عموم الجمهوريه، بس هي منتشره اكتر في وجه قبلي. تمام. بيبقى لها اسباب كتير، يعني اسباب مثلا كثرة الزيارات والمناسبات، الزياره غير عاديه بتبقى عربات متحمله بلحم ودقيق وخيرات الله، الواحده لما هيطلعش الكلام دوت هناك في البلد في زياره بتتعاير بالكلام دوت، ولما بتيجي تولد بيبقى ليها برضو نصيب مثلا فلوس وزيارات كتير وذهب ليها ولعيالها. ولما يعني بتيجي دي تتجهز مبررات يا استاذه منال. ولما بتيجي هم شايفينها مبررات. ولما بتيجي بتتجوز وعيالها بيتجوزوا مثلا بيبقى بيروح لهم هدايا كتير. فكل ده بيوصل لها اكتر من ميراثها بكتير. ايوه. وده مبرر ان يتمنع عنها الميراث؟ لا، انا عن نفسي انا ضد العادات والتقاليد ديت. انا اخواتي واخدين ورثهم، بس هي دي الفكر الصعيدي اللي هم ماشيين بيه. طب هم اخواتك لما خدوا الميراث بتاعهم هل اتحلت المشكله كده وخلاص انتهى بالنسبه لهم الموضوع؟ هو يعني كنموذج احنا عاوزين نعرف كنموذج مش هو فكر وعادات تقاليد الناس كلها ماشيه بيه، فصعب ان هو هيتغير في يوم وليله. طبعا هنرجع لفضيله الشيخ معانا هنستكمل راي الدين في الكلام اللي سيادته يعني الاستاذ محمد جاله. طبعا الاسلام لما جاء اعلم ان مكانة المرأة وادها الحق في الميراث نجد الاسلام بين اصحاب الفروض، يعني البنت لها حق في الميراث. ومنع المرأة من الميراث يعتبر كبيرة من الكبائر، والاسلام عده من السبع الموبقات. تمام. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. ويجي الرسول يبين ان يعني الانسان اللي بيمنع موضوع الميراث ده، الرسول بين في حديث عظيم مهم جدا قال من اقتطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنه، ومن فر من ميراث فرضه الله ادخله الله عز وجل النار. يعني الانسان اللي بيقطع ميراث في الدنيا لانسان ربنا بيقطع ميراثه ايه
في الجنة، وده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتبر أكل الميراث عدم توريث البنت يعتبر من أكل، يعني نوع الإسلام عده نوع من أكل أموال الناس بالباطل. فيجي القرآن يقول إيه؟ يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به. فمنع البنت من الميراث فيه ظلم، ويعتبر فيه تعدي على حدود الله. ليه يا أستاذة؟ لأن موضوع الميراث يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمته بنفسه. يعني ما تيجي تشوف في العبادات يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة ولكنه لم يبين عدد الركعات الواجبة في كل صلاة، ولم يبين موضوع الركوع أو السجود، فأسند الأمر ده لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن الصلوات في الفروض في ظهر وعصر وخمس فروض، وبين للرسول لنا عدد الركعات. كذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة أيضا ربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة ولكن لم يبين النصاب الواجب إخراجه. فجاءت السنة أسند الأمر ده لمين؟ للرسول. وهكذا تيجي بقى في موضوع الفرائض وموضوع الميراث، هل ربنا أسنده للرسول أو للرسول هو الذي تولى قسمته بنفسه؟ وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. إذن الإسلام بيّن في القرآن الكريم إن المرأة نصيب للرجل ونصيب لها حق، نصيب للمرأة ونصيب للرجل. والسنة النبوية أكدت على ذلك. تأتي امرأة سعد بن ربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتل زوجها في غزوة أحد، وترك لها أولاد صغار، وإن عمهما أخذ مالهما. فتذهب زوج سعد بن ربيع إلى رسول الله، يا رسول الله إن سعد بن ربيع مات في أحد معك في الجهاد وترك ابنتان وإن عمهما أخذ مالهما، وهما لا ينكحان إلا بمال، يعني لا يتزوجان إلا بمال. فلن يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنزل القرآن الكريم للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان. فيجي الرسول إيه راح مقسم، قال إيه؟ قال يا سعد اعطي لزوجة سعد السمن ولابنتهم الثلثان فما بقي فهو لك. إذن الإسلام شرع إن البنت لها إيه؟ الإسلام اللي شرع الإسلام إن البنت لها حق في الميراث. ومنع البنت من الميراث ده فيه تعدي على حدود الله. وما يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم. ويجي ثاني ومن يتعدى حدود الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شوف ربنا لما يقول ايه يوصيكم الله في اولادكم ايه يوصيكم بصيغه المضارع، ده يوصيكم يعني فيها امر يعني وصيه منال من ربنا يوصيكم في بصيغه المضارع فيها امر الى النجده والمصارعه الى تقسيم قسمه الميراث. وزي حضرتك ما قلتي ان الميراث ده يعتبر ايه فريضه من الله. استاذنك يعتبر وصيه. معانا مداخله استاذ علاء النجار من الاقصر. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. احنا بنشكر البرنامج لان احنا بصراحه مداومين عليه سماعه وبنسمع منه بصراحه كل حاجه. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل. حضرتك عرفتي على الاستاذ فضيله الشيخ بسم الله ما شاء الله بيتكلم زي ما قال ربنا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه الصلاه كلامه بسم الله ما شاء الله. اما الاستاذ بتعرضي سؤال بيقول الميراث في الصعيد ايه وضعه؟ فبيقول لك حضرتك الميراث في الصعيد ان اساس ان الست بيجيبولها هدايا ليها ولاولادها فبتتحرم من الميراث. لا، الست في الصعيد عنده ما بتتحرمش من الميراث، بالعكس بتاخد ميراثها كامل. والحاجات اللي قالها لي الاستاذ بيعممها تقول عمه في الصعيد، لا هو كان في مكانه يعمل كده او في قريته ما يعممش حضرتك على الصعيد كله. ايوه بالعكس 99.9% من الصعيد بيدي ميراث المراه زايد عن حد ما بالك باللي ما بيدوش ميراث. ايوه تمام. طيب ما بالك فما بالك بقى بالكره اللي ما بتديش ميراث؟ الاحصائيه اللي نازله عن حافظه محافظات سوهاج وجنا 95%. انا ما عممتش وجه قبلي بس، انا عممت بعض الكره في وجه قبلي ووجه بحري، وانا من ضمن الكره اللي ما بتديش الست الميراث. تمام حضرتك، بس انا 99% من الكره دي بس انا حافظه دي الميراث تناسب لان ده حدود ربنا. استاذ علاء احنا استاذ علاء احنا جالنا شكاوي وكتير على الصفحه وكمان مع الاستاذه منال ان في نسبه كبيره جدا ما بياخدوش الميراث. لا يا استاذه منال احنا طرحنا القضيه لان لقينا فعلا في نسبه كبيره، حتى وزاره العدل يعني عامله بحث ولقينا 95% من محافظه سوهاج وجينا دول ستات يعني ناس ما بياخدوش الميراث. الستات ما بتورث في الاماكن دي في القرى والمراكز النجوع، يعني احنا ما طرحناش القضيه هباء.
وهل حضرتك الميراث مختصر على الصعيد على الزواج؟ لا احنا حددنا المناطق دي بس لان دي المناطق دي الموضوع فيها بكثره، لكن الموضوع منتشر في العالم كله، في العالم كله مش في الصعيد ولا مش في الصعيد ولا في سوهاج، لا في العالم كله. اتفضل يا استاذ علاء. اتفضل سيادتك. حضرتك يعني نسبه حددتيه سوهاج وكده بس. لا يا فندم، احنا الحلقه اللي فاتت كانت معانا داخله من ميت غمر وداخله من اسكندريه، يعني الموضوع مش مطروح للصعيد بس. لا مش ولكن مطروح للصعيد، احنا المشكله فيها اكبر شويه، بنركز شويه على الصعيد، بنركز شويه مش اكتر من كده. نشكرك يا استاذ علاء، مطروحة عامة. شكرا يا فندم، شكرا على المداخله. اتفضل نرجع لفضل الشيخ. اتفضل. يعني بعض المجتمعات وليس الصعيد فقط، صحيح. بعض احنا بنقول بعض المجتمعات الإسلام لما جه يبين بقى مكانة المرأة وعندها الحق في الميراث، فأعطى لكل واحد، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. ويجي الإسلام يقول لك إيه؟ فلا وصية لوارث. إعطاء كل ذي حق حقه، فيجي الإسلام لورث البنت وإداها حق الميراث، فالبنت لها حالتين، ترث البنت النص إن كانت واحدة. فإن كانت واحدة فلها النصف، طب وإن كانت أكثر من واحدة فلها الثلثان. هذا هو ميراث البنت. كذلك الإسلام أعطى الميراث للمرأة باعتبارها كزوجة. فالزوجة لها حالتين في الميراث. الزوجة ترث الربع. إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مذكر أو مؤنث. طيب لو في فرع وارث مذكر أو مؤنث بتاخد السمن. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان نوت، فإن لم يكن فله السمن. كذلك أيضا الإسلام أعطى للمرأة الحق في الميراث باعتبارها كأم. فالأم لها حالتين في الميراث، لها السدس ولها الثلث، السدس والتلت. انت السدس تاخد السدس اذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ومؤنث ولم يكن هناك عدد من الاخوه. طب في فرع وارث مذكر وفي عدد من الاخوه، لا بترث الثلث اذا لم يكن هناك فرع وارث مذكر ومؤنث ولم يكن هناك عدد من الاخوه، بتاخد التلت. طب في عدد من الاخوه، بترث المراه السدس. تمام. فدي اصحاب الفروض اللي الاسلام شرحها في القران الكريم. تمام. وبين ان الزوجه لها ميراث والبنت لها ميراث والاخت الشقيقه ايضا لها ميراث، لها النصف ان كانت واحده. تمام. طب وان كانت اكثر من واحده ف حكم الدين في المنع، في منع الميراث عن المراه، اللي بيمنع الميراث عن المراه حكم الدين في ايه؟ طبعا احنا القران، الايه القرانيه صريحه، ومن يتعدى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. اولا عقوبه منع الميراث، اولا ان انسان فيه اعتداء على شرع الله سبحانه وتعالى. ثانيا عقوبته النار يوم القيامه وعدم دخول الجنه. من اقتطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنه. فهو بيحرم. محمد هنطلع بس فاصل اعلاني وهنرجع لكم تاني عشان الموضوع شيق جدا، انتظرونا. رجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ محمد وعقوبة أكل الميراث. طبعا من عقوبة أكل الميراث احنا قلنا ان واكل الميراث يعتبر. هستأذنك معلش، معانا مداخلة قبل ما تكمل. معانا مداخلة الأستاذة رضوى من طنطا. ألو. أيوة مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. ربنا يخليك. منور الشاشه وانتي وضيوف الشيخ محمد عمار. ربنا يخليك. ومدرسه الاوقاف والاستاذه منال الافندي، كلكم منورين بصراحه. الموضوع شيق جدا، ده اللي خلاني ان انا اتصل عشان موضوع الميراث ده موضوع حيوي وحديث الساعه الايام دي. تمام. ففي ناس، في طالع كتير ناس دلوقتي حديثه حاليا يعني تقول ايه؟ ان البنت ما تتورثش او الست ما تتورثش، يعني ايه؟ الزوجه ما تتورثش، حاجات كده يعني. فاحنا بنتكلم في الشيخ عشان يبقى عندي. تمام. لما البنت ما تتورثش هيبقى في قطيعه رحم بينها وبين اخوها. لا طبعا اكيد صح. هيبقى الموضوع زي موضوع يعني اي حاجه مش حلوه، يعني عدم افتراس الرحم دي بيعمل تفكك اسري. هيبقى في ضغينه ما بينهم وبين بعض. ايوه. فيقلش في مأساة شخصه عن الطلاق. يعني لما ما تتورثش اذا تبقى زيها زي المطلقه. صحيح. تسبب لنا قلق في البلد. صحيح. يعني دي ازمه ثانيه خالص جايه لنا جديده، دي قنبله اخرى. فلازم الشيخ محمد عمار بصفته الامام وخطيب وراجل ذو قامه وقيمه في الدين الوسطي، فلازم ينوه عن الموضوع ده، لان لو انتشر احنا مش هنقدر نلحقه. أستاذة رضوى حضرتك من طنطا، يا ترى الموضوع ده برضو موجود في وجه بحري منتشر؟ هو موجود بس مش أنا ما بسمعش عليه غير في الكرة. أيوة. يعني الكرة الملاكي. تمام. بسمع
سمع قرايبي في حد بيقول لا البنات بيستندوا لايه بقى يا استاذه؟ بيستندوا انهم بيوصلها المواسم فبيحسبوها عليها. بيوصلها ممكن على حسابها يعني اي حاجه. يعني هم متخيلين ان دي المبررات بتاعتهم. ايوه دي المبررات. بيعتبروا دي بيستندوا على كده. تمام. ميراث ميراث شرعي ولو اخذوا وحطوا على ماله فطبعا الحرام ياخد الحلال. صحيح. لازم يفهم كده. صحيح. ما يزودش ماله. ده بالعكس بينفع. شكرا يا استاذه رضوى للمداخله، بنشكرك جدا. اتفضل يا شيخنا. طبعا انا بشكر المداخله الدكتوره رضوى على المداخله الجميله ديت. اتفضل. بالنسبه لموضوع عقوبه اكل الميراث، احنا قلنا طبعا ان هو يعتبر ارتكب كبيره من الكبائر. ثانيا انه تعدى على حدود الله، ومن يعصي الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. تمام. ثالثا ان الانسان اللي هو واكل الميراث هذا الانسان يعتبر قاطع للارحام. وما دام الانسان قاطع للارحام يعتبر مفسد في الارض. لان قطيعه الرحم يا استاذه تعتبر ضرب من ضروب الفساد في الارض. يجي القران الكريم يقول ايه؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ويجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. فانت لو ما ادتنيش ميراث خلاص بقى في ضغينه. صحيح. بقى في قطيعه ايه؟ رحم. فدي برضو من يعتبر من عقوب انه يعتبر حتى الاطفال اللي بيطلعوا يعني كارهين بعض. رابعا من عقوبه اكل مال الميراث ان هو اكل حق الضعيفين. يجي الرسول يقول ايه؟ اني احرج عليكم حق الضعيفين المراه واليتيم. فهو اكل حق الضعيفين. ثالثا يعتبر مفلس يوم القيامه. الانسان اللي واكل مال اليتيم اللي هو بياكل الميراث ومنع ميراثه عن اخته او منع ميراثه عن عمته وما ادهاش ميراث، هذا الانسان يعتبر مفلس. هنقول مفلس حسنات. اتدرون من المفلس؟ فتبادر الرسول لما جه قال اتدرون من المفلس؟ فتبادر لذهن الصحابه ان المفلس ليس معه دينار ولا درهم. أيوة. ولكن الرسول حب يصحح المفاهيم للناس. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه معه صلاه ومعه زكاه ولكنه اكل مال هذا وسفك دم هذا. صحيح. واخذ مال هذا فيؤخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناته فان فنيت حسناتك خلاص. اخذ من سيئات من ظلمتهم ثم تطرح في النار. وهذا هو المفلس. فهو يعتبر الافلاس يوم القيامه، ده عقوبه اكل المال الحرام. تمام. والرسول حذر من ذلك بقى، بيقول ايه؟ كل جسم نبت من الحرام فالنار اولى به. العقوبه الخامسه لاكل مال الحرام او اكل مال الميراث عدم اجابه الدعاء. هو انت لو اكلت الميراث وما اديتش الميراث لاختك او ما اديتش الميراث لعمتك وتيجي تدعي، هو ربنا هيستجيب دعوتك؟ لا طبعا. عدم قبول الدعاء، بل الانسان الاسلام يحبط عمل صاحبه. ايوه. يحبط العمل. تمام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إلا طيبة. والإنسان إذا أراد أن تستجاب له دعوة فلا بد أن يتحرى الحلال في مطعمه وأن يتحرى الحلال في مشربه. تعالى سعد بن أبي وقاص لما راح للرسول بيقول له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. صحيح. والذي نفسي بيدي إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه لن يتقبل الله منه عمل 40 صباحا. تمام. وأيما عبد نبت جسمه من الحرام فالنار أولى به. تمام. هنرجع لأستاذ محمد. أستاذ محمد حضرتك اديت ميراث لإخواتك. تمام. اديت ميراثهم الشرعي بما يرضي الله. بما يرضي الله. طيب لو شفت حالة من الحالات عندك في قريتك أو في بلدك ما قدرتش تحاول ان انت تفهمهم الحلال وبين والحرام وبين، او كلمتهم بروح الانسانيه اللي جواك؟ الحلال بين والحرام بين وكل حاجه بينه. بس هي ماشيه عادات وتقاليد. فكر صعب ان هو يتغير. يعني ما لهمش دعوه بشرع ربنا. هو الفكر. عادات وتقاليد صعب ان هي تتغير جدا. تمام. مفيش حاجه اسمها بيت التغيس. تمام. طب ايه الصعوبة في كده؟ يعني احنا عاوزين برضو تطرحنا كل الاسباب اللي في مخك، يعني مش عاوزين اسباب تشيلها، عاوزين كل الاسباب، ايه الصعوبة؟ من ضمن الزيارات والمنازعات، في اوقات بتبقى منازعات بين العائلات بتكلف فلوس، فالبت ما بينفعش البت بره اي نزاع، ما ينفعش انها تاخد فلوس عشان الاهل يقدروا يسدوا النزاعات ديت، بتبقى خلافات كبيرة. الراجل جوزها ما يقدرش ان هو اساسا يخلي مراته انها تطلب الورث. عشان يتعاير بيها. عشان هو غريب. هيتعاير. سواء اذا كان قريب او حتى غريب. لو قريب. ما ينفعش. أيوة. انت هتتعاير. انت ممكن يقولوا عليه انت هتعيش على عرق النسوان، انت كده انت كده. ما يقدرش ان هو يطلب حاجه زي كده. تمام. معانا مداخله؟ اتفضل سيادتك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. معاك محمد عم الشيخ. اهلا وسهلا يا محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. يا عم الشيخ معلش انا الناس بنسيب واخد مني 7000 جنيه وبنته معايا وبقول من الحاج بنتي. سيادتك ممكن توضح الكلام اكتر كده بالراحه؟ ماشي. مناسب واحد واخد بنته. واخد بنته. ايوه واخد مني 7000 جنيه وبيقول لي من الحاج بنتي. وبنته معايا. يعني بنته معاك انت يعني حضرتك متجوز بنته. نسيبك حماك هو اللي واخد ال 7000. واخد مني 7000 جنيه وبيقول لي من حق بنتي. من حق بنتي. وبنته معايا يعني على ذمتي. ايه الامور الغريبة دي؟ اتفضل يا شيخ نجاوب عليك. يعني هل هو واخد حماه واخد 7000 جنيه وبيقول له ده حق بنتي. هما دول سلف يا استاذ محمد؟ يعني خدهم يا عم خدهم وكلهم يعني سلف ولا واخدهم بمناسبه ايه يعني؟ واخدهم وقعدت اطبق عليهم عشان انا قاعد في بيت مؤاخذه معقود بايه؟ معقود بسبايد. ايوه. فطبعا الناس يعني قال لك هات 7000 جنيه واحنا نصبنا في البيت بتاعه وقلت ده بعضهم. يعني واخدهم زي هو يعتبر واخدهم كامانه يعني هو يرضي؟ لما طلبت على 7000 جنيه خد بنته. خد بنته. يعني خد مرات الراجل ده خد مرات الراجل عشان طلب الفلوس عشان طلب ال 7000. اولا استاذ محمد انت كنت مديهم له على سبيل السلف وهو طبعا يعتبر على حساب الامانه وهو طبعا خد الامانه. يجي الرسول يقول لك يا استاذ محمد من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل. فده يعتبر تبديد الامان. لا ايمان لمن لا امانه له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعتبر يعني اخذ مال بدون وجه حق. ويجي الرسول يقول ايه؟ لا يحل لمسلم ان ياخذ من مال اخيه الا بطيب نفس. ايوه. ويجي الرسول اكد ذلك حرمه المال الحرام في حجه الوداع لما خطب النبي على جبل عرفات وقال ايه؟ كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه. ومن اقتطع حق امرئ بدون وجه حق طوقه الله عز وجل يوم. بمجرد حتى الانسان ايه يعني لما يجي يمنع الميراث حتى من البنت وما يداش ارضها مثلا. من اقتطع شبرا من ارض طوقه الله عز وجل 70 اراضين. تمام. فالمال اللي الحاج محمد اللي حماه واخده دوت يعني خد مال بدون وجه حق. وكمان خد مراته. وكل جسم خد مرات الراجل. هذا سبب في تفكك الاسره. صحيح صحيح. فهو ارتكب اسمه. اشكرك يا حاج محمد. خد مرات الراجل كمان يعني مش خد فلوسه بس خد مراته. الشيخ محمد في سؤال جالي شخصيا على الصفحه ان في زوج وزوجه. الزوج ده ليه اخت فعشان ياخد الميراث بتاعه زوجته مش عايزه تخلي اخت الراجل ده زوج انه ياخد الميراث فابتدت تشككه في سلوكيات اخته. اختك بتمشي واختك بتعرف شباب وي 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 عشان يبتدي يقتلها عشان الميراث. ده جات لي فعلا النهارده الصبح. فبالتالي فعلا خدها عشان يقتلها وطبعا هو حاليا محبوس. يا ترى حكم الزوجه دي ايه؟ الزوجه دي تعتبر عملت دلوقتي فتنه وحبت تعمل فتنه في هذا البيت وتعتبر ارتكبت كبيره من الكبائر وارتكبت اسم ولها عقوبه عند الله عز وجل. وفي نفس الوقت جوزها اتحبس يعني استفادت ايه؟ تمام. يعني انا عايزه توجه رساله للناس دي. لو انا مراسي مليون جنيه وليا نصيب فيه 250000 متهيألي بالحلال هيكون هو اكتر من المليون. والله انا بوجه الرساله لكل اسره ان هم لابد ان يتمسكوا بالقيم الايمانيه ولا بد ان يتمسكوا بالاخلاق على اول يعني على راس هذه الاخلاقات العفه في المطعم والمشرب، العفه عن المال الحرام. صحيح. ان يتمسكوا بخلق الصدق، ان يتمسكوا بالامانه، ان يتمسكوا بالتواضع. هذه بعض الاخلاقيات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها. ورسول بعث من يعني الرسول لما بعث من اجل اللي يتمم مكارم الاخلاق. يعني فالاخلاقيات يعني موجوده لابد تكون موجوده في هذا المجتمع حتى نزيل ما بيننا من مشاحنات ونزيل ما بيننا من ضغائن ولا تبغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. صحيح. طب احنا دلوقتي اتكلمنا عن عقاب اكل الميراث. تمام. في عقوبه للبنت اللي ما بتطلبش الميراث؟ بالنسبه للبنت اللي التي لم تطلب الميراث ده يعتبر حقه اولا.
يعني لو ما طلبتش فيها حرمانيه ولا خلاص ليس في حرمانيه ليس في حرمانيه آه. ولكن هنا سؤال يطرح برضه تاني اللي هو لو الزوج ممكن الزوج يضغط على زوجته يقول لها مثلا هما تجيب المرض بتاع ابوكي مثلا بتحصل هل هنا يجوز للزوج ان هو يتدخل عشان يطلب ميراث زوجته؟ اولا لا يجوز للزوج ان هو يتدخل في ميراث الزوجه الا 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 اذا هي طلبت الاول. ايوه لان ده موضوع ما بين البنت واخوها، ما بين البنت وابوها، ما بين البنت وعمها، الا اذا ادعى الامر فيتدخل هنا الزوج، وذلك من باب النصيحه. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فهنا الزوج يتدخل على سبيل النصيحة. ولكن الزوجة هنا انت بتقولي حضرتك لها ميراث ولكن هي مش عايزة تطلب، خلاص هي حرة. هي حرة، مالي وانا حر فيه، ولكن من حقها ان هي تطلب ايه الحج في الميراث ولكن بدون ضغط. طب هي عاوزة الميراث واخوها مش راضي، هنا يتدخل اهل الخير. يتدخل عمدة البلد، رجال الدين، رجال الإصلاح، يتدخلوا في هذا الأمر. ما هو ده اللي أنا عايزة أقوله للأستاذ محمد. لو بنت لجأت ليكم وقالت لكم زوجي مش راضي يديني الميراث، وانتوا كبارات، جوزها مش عايز يديني الميراث، لا جوزها مش عايز يطالب أخوها بالميراث، فانتوا كبارات بلد أو كبارات قرية، تقفوا جنبها في حاجه زي كده ولا بيبقى عيب ان انتوا تقفوا جنبها؟ بيبقى عيب ان احنا نقف جنبها. عادات التقاليد عنيفه جدا، يعني برضو بتقولوا لا مش هنقدر نتدخل، هم يتكلموا اه، بس هي بتاخد في الحاجه اسمها حاجه اسمها روضه، مبلغ بسيط، رضوة. مبلغ بسيط اه، انما ما بتاخدش دي زي احنا قلنا زي اكنها هبه. هم عندهم الارض عرض اه، تمام، ما تاخديش ارض ابويا تديها لحد. تمام. طب انا النهارده محتاجه وعايزه اعلم بناتي، عايزه اعلم ولادي، عايزه اجهز بناتي، طب ما انا اولى بورثي ده، طب بيساعدوها ويجوزوا البنات وكله، لكن ما بيتحسبش من الميراث، دي هبه مني لاختي. طب ده حكم الدين في كده ايه يا شيخ؟ ده بيرجع برضو للزوجه ذات نفسها. اذا يعني اذا طلبت حقها فهي بتلجا اولا، والاقارب اذا ما ادوهاش الميراث هنا بتلجا لاهل الاختصاص، اهل العلم. أيوة. اهل العلم اللي هم ايه؟ رجال الدين. واللي ما يسمى بالقعده العرفيه. طب القعده العرفيه فشلت، هنا تلجا للقضاء. من حاجه ان هي تلجا للقانون ان هو يجيب ايه حقها. ما ده يا استاذه منال احنا قايلين الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون معانا مستشار قانوني وهو اللي هيوضح. طبعا القانون هيبين عقوبه اكل مال الميراث او الطرق القانونيه. الطرق القانونيه لان انا اقدر اجيب حقي. طب استاذ محمد النهارده لو انا جيت، طبعا انت قلت لي ان ما ينفعش ان احنا نتدخل، تمام؟ ما قلتش ما ينفعش، قلت العادات والتقاليد تخلينا عيب ان احنا نتدخل، صح كده؟ طيب لو انا النهارده في زوج وزوجه هينفصلوا وبيت هيتشرد بسبب الميراث، برضو ده ما تقدرش ان احنا نتدخل فيها بحكم شيوخنا في البلد او كبارتنا؟ بعض المشايخ عندنا برضو ما بيورثوش اخواتهم برضو. شيوخ ازهريين. بعد اذن حضرتك استاذ محمد، حضرتك من شويه قلت ان برضه سبب من الاسباب ان البنت ما بتشتركش في نزاعات العيله. تمام. فميراث الاب هو اللي بيسد. تمام. في النزاعات دي. تمام. وده سبب يخلي البنت ما بتاخدش ميراث، لان الميراث يستهلك في فض النزاعات، وبعدين نديها رضوى لو طالبت. لو طالبت. يعني ده طبعا هم ليهم مبرراتهم صراحه. مبررات يعني ايه رايك يا شيخ محمد؟ ايه راي سيادتك في المبررات؟ هل ميراث البنت ممكن يضيع في فض النزاعات والاشتباكات بين العائلات بين العائلات، وهي واقفه بتتفرج عليه ما بتقدرش تطالب بيه؟ ما هو تلجا للقضاء اذا كان هيؤدي لفتنه ونزاع، هي حره بقى. طب ما انا عايزه اقول لسيادتك يعني العيله هتنازع مع البنت وهتنازع مع العائلات التانيه. انا عايزه اقول كده يعني هنا ممكن نرتكب اخف الضررين. لان اذا كان موضوع الميراث هيؤدي الى التقاتل والتنازع، خلاص اه ما اكيد هيؤدي لفتنه. طب انا عايز اقول حاجه يا شيخنا، يعني انا النهارده بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حضرتك اخويا وديتني الميراث، تمام، وانت جيت لاي مبرر حصل لك ظروف وميراثك راح، هل لو احتجت لاختك انا مش هديك؟ ما اكيد. تمام. هديك، ما انت اخويا. تمام. بس بالحب. تمام. ولا انت شايف ايه؟ ما دي رساله برضو ان احنا لازم نوجهها للناس دي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن أخو المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ومثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل إيه؟
الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. ويجي رسول الله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالعلاقه ما بين الاخ واخته اذا كانت كويسه خلاص لو عندها هيتاخر عنه ليه؟ طالما العلاقه ايه طالما بالحب. وبعدين هقول لحضرتك يا منال احنا الاطفال مشكله الاطفال اللي بتطلع الاجيال اني انا بطلع كره اولاد اخويا وعشان هم مستريحين ماديا وانا شايفه فلوسي عند اخويا واولادي جعانين. فدي برضو في حد ذاتها دي اجيال بتطلع تكره بعضها. هنا يؤدي الى البغضاء والشحناء والحقد ما بين ما بين الاقارب. وتكمله لكلام الاستاذ محمد يعني لما تيجي ترجع تشوف اسباب اكل الميراث او ايه السبب في ان انا امنع ميراثي ان انا ما اديتش ميراثي للبنت. مفيش مبررات غريبه. ايه السبب؟ اولا ضعف الايمان بالله. الايمان بالله صحيح. هو لو في ايمان ما هيديها الميراث. ثانيا عدم الخوف من الله وعدم تقوى الله وعدم مراقبه الله. كذلك ايضا من اسباب اكل الميراث طبعا العادات والتقاليد اللي موجوده في العصر الجاهلي. يعني ايه؟ يعني بيقلدوا الناس. عادات وتقاليد موجوده. كذلك ايضا الطمع والجشع والاقارب ما بين الاقارب. الطمع والجشع وعدم القناعه ما بين الاقارب بعضهم مع بعض. صحيح. كل ده يؤدي الى ايه؟ ان انا مورثش الاقارب. او انا تاخير قسمه الميراث او انا اكل ميراث البنت او اكل ميراث عمتي ما ادهاش. كل ده بسبب الطمع والجشع والعادات والتقاليد ومحبه والاثره. الانسان بيؤثر نفسه على غيره. طب بصي منال، طب حكم الشرع منال عندكم برضو حته او عن خط الصعيد حته لو انا عايزه اشتري ميراث اختي يعني اشتريه واديه لها سيوله عشان الارض هما بالنسبه لهم الارض بتبقى مشكله، الارض عرض بالنسبه لهم. ادي اختي حق ارضها دي برضو في العادات والتقاليد ممنوع. ايه اللي يجاوب عليها الاستاذ محمد؟ ايه اللي يجاوب عليها الاستاذ محمد؟ في كلام الاستاذ اسماء فعلا يعني المفروض كلام مظبوط فعلا لان في بعض المجتمعات يعني مش هقول برضو ايه مش انا عادي بتراضي ماديا بعض الناس ممكن يقول لك ايه انا مش هديها ارض انا ممكن اديها فلوس بالظبط وارضي انا اللي واقف فيها او ممكن اديها مثلا الواجهه البيت اللي هو في الواجهه في الخلفيه مثلا الخلفيه مش هديها على الطريق خدت بالك ده برضو في اعتداء على حق المراه برضه الا اذا كان عن رضا نفس او ممكن مش هديها ميراث واديها فلوس برضه يرجع بالتراضي ولكن نرجع نقول ايه ما اخذ بسيف الحياه فهو حرام. طب انا معايا سؤالكم هو السؤال ده جاني على الصفحه بتاعتي كان في مشكله طرحتها ست بتقول اخويا بيطالب ابويا يكتب له نصيب اكبر وهو مازال عايش على وش الدنيا نصيب اكبر خوف ان ابوه يموت واحنا نقسم الميراث بالشرع فهل من حق اخوها ده ياخد يعني ياخد هو ابوه لسه عايش ويطالب ابوه بالميراث؟ هنا يجوز للرجل ان هو يكتب الوصي يكتب يوزع التركه واثناء حياته ولكن ما فيش مشكله ولكن يوزعها بالتساوي يعني للذكر مثل حظ الانثيين ولكن يعني هو عاوز ياخد نصيب اكبر نصيب هل هو أكبر. عاوز ياخد نصيب اكبر هو عاوز ياخد نصيب اكبر هل كان يرعاه يعني ممكن يكون ايه ممكن يكون في ولد لصاحب الميراث في كليه الطب مثلا وصرف عليه فلوس كتير واحد تاني شغال في الارض هنا الشريعه الاسلاميه بتبيح ان انا ممكن ايه ادي اللي شغال في الارض اللي شغال في الارض ادي له نصيب اكبر عشان هو اللي بينتج بنسبه كام النصيب الاكبر ده يعني حدوده كام تكون يعني حسب التراضي ما بينهم حسب التراضي يعني اقصى حد ممكن انا ما اقدرش يعني اقومها بالظبط ولكن ترجع لحسب التراضي ما بينهم حسب يعني حسب ايه القيمه الموجوده ما برضه يا شيخنا في الجزئيه دي أزوده. لو ولد فاسد انا خايف ان ميراثي بعد ما اموت يروح عشان الولد ده فاسد والولد ده التاني شايل بيتي وشايل الارض وشايل الوقت ممكن انا اديله اكتر في حياتي عشان يقدر يظبط اخوه بعد مماتي صح كده طبعا الولد الفاسد طبعا هيبقى سفيه لو خد المال هيضيعه تمام. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ممكن ممكن يكون حد ياخد فلوسه ويكون وصيه عليه أيوة. لكن انا امنعه من الميراث او حتى مثلا يقول لك ده ولد عاق انا مش هديله ميراث لانه كان عاق ومش عارف ايه ولكن دي حدود ربنا سبحانه وتعالى رساله تمام ولكن دي حدود ربنا سبحانه وتعالى فيديله الميراث وعاد ما فيش اي مشكله يعني تمام طيب يعني احنا دلوقتي منال الموضوع اتفضل عايزين نشوف سيادتك يعني توجه رساله للجمهور طبعا احنا مش خلاص كده رفعنا ايدنا عن المجتمع الصعيد احنا بنتكلم عن المجتمع المصري كله بالظبط بصفه عامه الرساله سيادتك
اللي بتوجهها للجمهور؟ والله أنا بقول لكل رب أسرة أن يتقي الله عز وجل، و وفي موضوع الميراث أنه لابد أن يورث البنات طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولابد كل رب أسرة يريد أن يمنع الميراث لابد أن يتذكر أن هذه الفرائض هي التي قسمها الله سبحانه وتعالى، تلك حدود الله. ويجي ربنا سبحانه وتعالى يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. ولابد أن نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اقتطع من قطع ميراثا فرضه الله عز وجل قطع الله عز وجل ميراثه من الجنة. أستاذ محمد، رسالة لأهل بلدك وأصحابك، إذا كان بقى بحري إبلي برضو نفس القصة؟ نفس القصة. أتمنى أن كل واحد ياخد حقه بصراحة. أن الحق طبعا الحق يضيع كتير، الحق حقه أن يتبع. صحيح. حب النفس. وأنا برضو بتمنى زايد أكتر من حقه. صحيح. تفضلي أستاذ. بتمنى طبعا العادات والتقاليد تتغير في المجتمع الصعيدي، وبالذات من ناحيه اهل الزوج. أيوة. يعني ما تجيش البنت تبقى واخده ميراثها وضايع في بيت جوزها، وبرضه بيطالبوها بهدايا وزيارات مكلفه لاهل ابوها. انا عندي مثل حي للكلام اللي بتقوله استاذ منال دوت، واخده ورثها وبتتعاير من حماتها ان ما فيش حد من اخواتها بيخش لها بزيارات. أيوة. يعني معنى انك تخش البلد بشنطتين فاكهه لبيتك ده عيبه. ما لازم ده العادي الطبيعي. لا عيبه. أيوة. لازم تخش محملة دقيق ولحم وفاس فاكهة طبعا الله. انا عاوزة اشوف طبعا فضل. رسالة حبيبتي الغالية اسماء، ربنا يخليك. توجهها طبعا احنا حلقتنا انتهت، ولكن موضوعنا لسه ما انتهاش. ان شاء الله الحلقة اللي جاية هيكون معنا رأي القانون، ولكن رأي القانون عمره ما هيجي بعد رأي الله سبحانه وتعالى. نرجو طبعا من اصحاب العادات والتقاليد تتبع العادات والتقاليد، ولكن بعد كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ده الدائم لينا، لأن احنا في مكانة صغيرة قوي قليلة. ولكن بعد إن شاء الله ربنا يديكوا طولة العمر ويدينا طولة العمر، في وجه كريم هنقابله، مش هنعرف ساعتها نقول له إيه، ومش هينفع ساعتها نندم، ومش هينفع ساعتها نرجع ونقول هندي الناس حقوقها. في نهاية حلقتنا النهاردة بشكر ضيوفنا الكرام أستاذ محمد عبد العزيز، الشيخ محمد، شكرا طبعا، بشكر زميلتي منال، شكرا، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة قادمة مع رأي القانون. بنشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.